واخيرا وصلنا لاكبر وارخص معرض في مصر للسلع الغذائيه والملابس الجاهزه. زي ما انتم شايفين مجموعه كبيره جدا من العارضين معانا بعروض مخفضه، ارخص حاجه من الاسعار بره يا جماعه هتلاقوها ان شاء الله في المعرض. طيب هو المعرض تبع الغرفه التجاريه بالقاهره، محافظه القاهره، في مدينه نصر، في الحي السابع، شارع عبد الله العربي، امتداد شارع الطيران. اي حد جاي يا جماعه قولوا له بس ان احنا عايزين ننزل عند مطعم ابو رامي او موقف او شارع عبد الله العربي عند موقف الميكروباصات بتاع المقطم، كده كده هو المعرض بين الاثنين دول، تمام. وفي الناحيه الثانيه كمان باصات الحي السابع بتنزل قدامه بالظبط. وعايز اقول لكم ان المواعيد كل يوم من الساعه 11 ل 11. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متابعين قناه فيها حاجه حلوه مع نور. احنا دلوقتي هنبدا مع استاذ احمد في براند شركة تاي هاوس في الملابس الجاهزة الرجالي يا جماعة، في معرض زي ما احنا قلنا الحي السابع مدينة نصر، مواطن اولا رد الجميل. منور يا استاذ احمد، احنا مبسوطين جدا طبعا احنا معاكم النهاردة. احنا عايزين نتكلم في كل تفاصيل بالنسبة لتاي هاوس. طبعا براند تاي هاوس هو براند معروف ومشهور بيتكلم على الملابس الجاهزة الرجالي والسن المحير والاطفالي كمان، صح كده؟ يعني شوية منها صغيرة. طيب احنا عايزين نتكلم مع حضرتك دلوقتي بالنسبه للاسعار والمقاسات، هندخل عند بارتيشن بارتيشن وحضرتك تعرفنا الاسعار والمقاسات المتاحه بالنسبه للمعرض. عندنا مثلا البولو هنا، البولو عامل 125، البولو 125، البولو عامل 125 بدل ده السعر بتاعه، بدل 395، صح كده؟ بدل 395، تمام. حاجه ساده زي كده اتفضل، ده ساده تمام تمام، وفي رسومات زي كده تمام. المقاسات من كام لكام؟ المقاسات من ميديم ل 3 اكس، من ميديم لحد 3 اكس تمام، وكلها سعر واحد 125 اللي هي البولو تمام. ماشي، في كمان الابيض، في الابيض تمام، حلو قوي. ماشي، وانا شايفه كمان اللي فيه اسود وفي موف وفي فسفوري وفي بيتي، صح كده؟ اتفضل تمام. ماشي اتفضل، ماشي اتفضل معاك، اتفضل. الراوند ده يا جماعه اتفضل، ده التيشيرتات اللي هي ب 75 اللي حضرتك قلت عليها، اي تيشيرت من هنا يا جماعه من البوكسنج ده ب 75 جنيه ده الراوند، صح؟ والمقاسات فيه من كام كام؟ سعره طبعا من اول 295، مقاسات برده فيه من ميديم لحد 3 اكس، من ميديم لحد 3 اكس. طب عايزين نشوف كام قطعه كده، خمس قطع لو سمحت حتى عشان الناس تبقى عارفه. في ابيض تمام، ماشي، في اصفر تمام، في يا جماعه كحلي وزيتي وبترولي، يعني ما تقلقوش في مجموعه كبيره جدا من الالوان اللي انتوا سمعتوا عنها وشفتوها واللي انتوا لم تسمعوا عنها بعد. يعني في اوفر سايز كمان، هو يلبس لحد 3 و2 اكس لارج و5 اكس لارج تمام، حلو جدا. واحسن حاجه اللي هو سعر موحد 75 جنيه، اي حاجه من بارتيشن ده 75 جنيه. وبسم الله ما شاء الله كل يوم بينزلوا كميه كبيره، زي ما انتم شايفين الكميات تكفي، يعني كل واحد جاي بعيلته او جاي ياخد كتير ما تقلقش، في كميات كبيره كل يوم بتنزل اول باول. بالنسبه لاسعار البدل يا استاذ احمد، 450 اي بدله، والمقاسات من كام لكام؟ المقاسات من 46 ل 62، من 46 لكام؟ ل 62. طب ممكن نشوف لو سمحت تتفرج على البدل، زي ما انتم شايفين الالوان معانا اسود وكحلي ورمادي، وفي كمان بليزرات منفصله، في بليزر لوحده هو يعني هيورينا اهو دلوقتي معانا. بصوا الاسعار كانت عامله كام؟ كانت عامله 1290، دلوقتي 450 يا جماعه اي بدله. اوتلت كل ده اوتلت اصلا، وده التيكت طبعا تمام. المقاسات كبيره بسم الله ما شاء الله، وفي مقاسات صغيره، وهنشوف البليزرات اللي هي المنفرده دي سعرها عامل كام؟ البليزر لوحده ده من غير البنطلون، صح؟ البليزر عامل 350، 350 جنيه برضو بالتيكت يا جماعه اهو تمام. ده سعره عامل 1990، بقى 350، 350. وفي كارو بتاعه اللي هو اللي هو الكريمي او الاوف وايت، حلو جدا، ده شكله حلو قوي، ده برضو نفس السعر وكان عليه خصم، ده ب 990 ونزل على 400 350، صح كده يا استاذ؟ تمام تمام. الالوان اللي موجوده الاسود والكحلي والرمادي، الكحلي وعندك جراي والجراي والبني، ده برضو البني تمام.
تمام، حلو جدا. وفي برضو الجراي فاتح، اه حلو جدا السعر برضو. بصوا كان عامل 2490، دلوقتي نازل 450 جنيه بس. اي سعر بدله موحد يا جماعه 450، صح كده يا فندم؟ اي سعر بدله موحد 450 جنيه. طيب هنشوف الفيستات. ده فيستا اطفالي، ده عامل كام؟ ده عامل 350. ده 350، ده اطفالي. في منه مقاسات برضو كده، في منه زيتي وكحلي واوف وايت، صح؟ ده مقاس كبير، ده رجالي برضو نفس السعر 350. تمام، حلو قوي. كل دي بقى الحاجات شتوي. الميلتون. وده الميلتون برضو. ده الميلتون عامل كام؟ الميلتون برضو نفس السعر 350. 350 نفس السعر. تمام ماشي ماشي يا فندم. طيب البناطيل بقى، بصوا يا جماعه كل البارتيشن ده من اول جزء هنا لحد هنا، دي بناطيل جينز وجبردين سعر موحد كلها 195. كلها 195 من بعد 1000 وشويه، صح كده؟ المقاسات يا فندم من كام لكام؟ من 32 ل 44. تمام، اتفضل. ممكن تفرجنا على يعني مجموعه منها؟ ده بنطلون كاتنج يا جماعه، ده رجالي زي ما انتم شايفين سعره، هو كان مكتوب السعر بس مش باين قوي، بس هو كان مكتوب ب 1000 وشويه، يعني كان مكتوب 1000 وشويه. اه سعره نازل 195 سعر موحد. اي بنطلون من اللي موجودين هنا جديد مش مستعمل وبالتيكت وسعره موحد 195 جنيه. تمام، هتلاقوا جينز، هتلاقوا قماش، هتلاقوا جبردين زي ما انتم شايفين كده برضو. تمام، وفي برضو زيتي، وفي برضو لون اسود. تمام، اتفضل. ماشي يا فندم، حلو جدا. تمام، في طبعا عندك جبردين، جبردين. وهنا تمام برضو 195. تمام، نفس السعر. تمام، ده التيكت بتاعه كان على اللاب توب. تمام، وفي اللون ده عندي، ده مقاس كبير طبعا. ايوه ده مقاس خاص، مقاس خاص هو نفس الثمن بالظبط. تاي هاوس برضه، كل البراندات دي تاي هاوس. تمام، القمصان بقى في بقى بعد كده عندنا القمصان. لو نسأل بقى على الاسعار والمقاسات، الاسعار كام في القمصان؟ اسعار القميص كلها 125. ب 125 قميص كلاسيك، قميص كاجوال 125. 125 ب 125 اه بالظبط. المقاس من كام لكام؟ المقاسات بتبتدي من 39 ل 44 و46. المقاسات من كام؟ المقاسات من 39 ل 46. من 39 ل 46 اه. طب هنشوف. طيب اللي حضرتك اتفضلي يا فندم. اتفضلي. حلو جدا. بصوا يا جماعه التيكت برضو، وكان اسعارهم اعلى من كده بكتير. كان سعر القميص كان عامل 375 بالظبط، دلوقتي نازل سعر واحد اي قميص ب 125. في قميص كاجوال زي كده، قميص كاجوال زي كده. ايوه تمام، حلو قوي. في عند المقلم، وفي برضو المقلم. الناس بقى اللي بتحب المقلم متوفر اهو. تمام، حاجات بكياسها يعني. بصوا الحاجات اهي بكياسها يا جماعه، كاجوال وكلاسيك بكياسها. في مقلم وفي ساده وفي كمان في سيمي كلاسيك. تمام، السيمي كلاسيك اهو. حلو قوي. الناس بقى اللي عندها افراح واللي عندها مناسبات، في هنا قمصان المناسبات كلاسيك حلوه جدا، تقدر تنزل او تقدر ان انت يعني تشتري. ده قميص كلاسيك، قميص بدله. ده قميص بدله. تمام تمام. بصوا برضو في كارو هنا، في لفت نظري ان في كارو، يعني في كارو كتير يعني. في كارو وفي مقلم وفي ساده. ده هنا برضو كارو، وهنا برضو كارو، وهنا برضو كارو. وعايزه اقول لكم ان هي برضو في هنا ورد، في المشجر برضو، دي برضو اه الورد المشجر. في ناس بتحب تلبس حاجات الورد دي قوي، بالذات اللي احنا في الصيف، فبيحبوا ان هم يعني يشكلوا او ينوعوا، يعني الناس هي عشاق الورد عموما. تمام تمام، حلو قوي. طبعا كل اسعارها 125. طبعا كل القمصان دي يا جماعه سعرها كلها 125. مقاساتها بتبتدي برضو من 39 لحد 46. 39 لحد 46. تمام تمام. هنتفرج على الكوليكشن اللي هو برضو التاني، هتشوف اللي شوفه ماشي كده. شوف اللي انت ده احنا شفناه قبل كده، في كارو زي كده او كارو موف. تمام، مفيش مشكله. ده احنا ما شفناهوش اهو. تمام تمام،
حاجه زي كده. ده بالنسبه للقميص اتفضل. البلوفر والسويت شيرت. في عندنا سويت شيرت زي كده نص سوستة بكام؟ ده عامل 195. 195 اي حاجه من هنا من البارتيشن من 995 بدل 995 نازل بكام؟ 195 ب 195 بالظبط. تمام. المقاسات يا فندم من كام لكام؟ المقاسات بتبتدي من ميديم من 3 اكس. من ميديم لحد 3 اكس بالظبط. تمام. عندي بقى حاجات زي كده سويت شيرت كده حلو قوي. زيتي كده على فكره يا جماعه ده يمشي حريمي ورجالي يعني بالظبط. البارتيشن ده بالذات او الجزء ده بالذات في السويت شيرت ده يمشي الاثنين يمشي الاثنين حريمي بالزبط. ورجالي في الموف بتاعه وفي كل المقاسات وفي الموف بتاعه كده. تمام. عندي برضو موديل تاني زي كده زيتي. تمام. برضو سعر موحد 195 سعر موحد. تمام. في الأحمر. الأحمر زي كده. تمام. تمام حلو قوي. في عندنا الفسفوري زي كده. تمام. كل المقاسات برضو متاحة. تمام. حلو جدا. ماشي. نشوف كم لون تاني كده. في موديل تاني كده. واحمر ونجيب ده برضو لون تيموني حلو جدا. موديل مختلف خالص. تمام. حلو قوي. فين بيتي صح؟ فين بيتي طبعا. بيتي وفي زهري وفي فسفوري. زي ما انتم شايفين كل الالوان دي. اكتر من كده كمان لان ما شاء الله مليان يعني. وسعر موحد 195 زي ما قلنا. فرصه اللي عايز بقى يشيل حاجات للشتوي او لجهازه طبعا في موديلات كتير اكتر من اللي انا بطلعها دي كمان. يعني عندي اكتر من كده كتير. احنا واقفين على برشا كبير. تمام. كل يوم كمان بيجي لهم جديد يعني. السويت شيرت بقى موجود بقى في المقفول في اللي بسوستة نص سوستة في اللي بسوستة او في اللي هو الساده في سوستة كامله كده وكبشو كله بنفس السعر بالظبط. تمام. كله 195. احنا بنتكلم في مواعيد، المواعيد من الساعة 11 من 11 ل 11 لحد الساعة 11 والأسعار ثابتة كل يوم ما بتتغيرش. لا مفيش تغيير. صح كده يا فندم؟ طيب وبالنسبة للبراند هو طبعا موجود في أول المعرض معروف اللي هو إيه؟ تاي هاوس. تاي هاوس أوتليت. تمام. تاي هاوس أوتليت، شركة تاي هاوس أوتليت للملابس الرجال، صح كده؟ مفيش بروفا، أنا عارفة إن مفيش بروفا في اللي جاي. طب بالنسبة للسياسة الاسترجاع والاستبدال بتعملوا إيه؟ متاح للاستبدال. متاح للاستبدال. بالظبط. بعد قد ايه كام يوم؟ لا عادي متاح. متاح الاستبدال بقى والاسترجاع؟ لا استرجاع لا. استرجاع لا. لكن الاستبدال ممكن صح؟ استبدال. بس كل يوم مواعيدكم موجوده من الساعه 11 من 11 ل 11 بالليل كل يوم. والاسعار طبعا الاسعار ثابته وهي طبعًا. العروض هي 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 الاوتلت صح؟ بالظبط. شكرا لحضرتك استاذ احمد. العفو. مبسوطين كنا معاك النهارده. شكرا. وان شاء الله باذن الله المتابعين ينوروكم ويشتروا منكم. انتوا اصلا شركه معروفه مشهوره مش محتاجه يعني انتوا غنيين عن التعريف. بس احنا بنقول للي ما يعرفش. كل سنه وحضرتك طيب. شكرا.